مساء الخير، تحية للجميع. أهلا ومرحبا بكم، إطلالة جديدة نتمنى أن تكون مشوقة ومفيدة. في البرلمان كان خطاب النصر من طرف جلالة الملك وسنفسر الكثير، وأيضا في وجدة كان النصر المبين للمنتخب الوطني على أفريقيا الوسطى. غلة من الأهداف أكد من خلالها وليد الركراكي النسق التصاعدي. غيابات وازنة لا يمكن أن تخطئها العين، أكيد زياش إضافة إلى إبراهيم دياز. عناصر ألفت أن تلعب بشكل أساسي، تجلس في مقاعد البدلاء. عناصر تلعب لأول مرة على غرار حركاس على سبيل المثال الحصر. وعناصر تجدد العهد مع التألق على غرار أوناهي. أنا ما أطولش في الحديث عن المنتخب الوطني، ولكن لابد من إعطاء بعض الإشارات. وقلت في واحد المنشور على انستغرام أنه وأنا أشاهد شوط المباراة الأول ينتهي برباعية، تذكرت 2011 مع إيريك جيرتس ذهبنا ورحلنا لبانجي من أجل مواجهة أفريقيا الوسطى، منتخب تكفيه نقطة التعادل للعبور لكأس الأمم الأفريقية التي كانت آنذاك في الجابون وغينيا الاستوائية، وعذبنا رفاق مابيدي، وفي نهاية المطاف اقتنصنا تلك النقطة بجيل ذهبي آنذاك، أتذكر يوسف العربي، مبارك بوصوفة وآخرون من الأسماء التي كانت يوسف حجي. ورغم ذلك هذا المنتخب عذبنا بشكل كبير. هذه رسالة فقط يعني لمن ينظر أن هذه النتائج واو مهرجان الأهداف، ما حارس مرمى تلف. بالعكس، شاهدنا كيف تصدى لمجموعة من الكرات، شاهدنا البداية شبه القوية في الدقائق الأولى من اللقاء. المنتخبات الأفريقية تشتغل تعمل، لسنا وحدنا في هذه القارة الذين نعمل ونجتهد، ولكن حتى هم كي يجتهدوا. الدليل ليس ببعيد، هو ذات المنتخب عذب غانا في أكرا وخسر بصعوبة 4 أهداف مقابل 3. منتخب يواجه، يناور، ينافس، صحيح مش من صفوة الصفوة في القارة، مش من الصف الأول، مش من نخبة القارة الأفريقية، ولكن من شاهد جزر القمر وغيرها من المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ومن التي سبقتها في الكاميرون سيعلم علم اليقين بأن هناك منتخبات جديدة، كما كان عليه الحال مثلا في الماضي مش البعيد ولكن شوية قبل 10 سنين ولا 15 عام، نولينا كنشوفوا منتخبات على غرار الرأس الأخضر وغيرها تأخذ لنفسها موطئ قدم داخل القارة. فاليوم لا ليسوتو، لا الجابون سهلة، لا جزر القمر سهلة، لا أفريقيا الوسطى سهلة، لا تنزانيا سهلة. هذه المنتخبات قادرة على تعذيب أي فريق. اللي بغيت نقول إنه كيف ما قال وليد في الندوة الصحفية لما أعطى التشكيلة، تحدث عن نقاط عديدة من أقل البطولة اليوم، إلى مكيش خطة عامة للانتقاء داخل البطولة الاحترافية. هذا نقاش ذو شجون ربما، لأنه كاين معضلة كبيرة جدا في البطولة الاحترافية، كاين معضلة كبيرة على مستوى الإنتاج. وخل يوما كان عنا الفخر أن نشاهد أبناء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم على غرار نصير ونايف أكر وأم تكوين مغربي محض أكيد، وأن نشاهد من بونو الذي لعب لنادي الوداد وخرج من رحم نادي وداد الأمة، وصولا إلى مجموعة من العناصر التي هي منتوج وطني خالص بكل ما تحمل الكلمة من معنى، طبعا مع فاكهة المحترفين أو الذين نشأوا وتربوا وترعرعوا وتعلموا أبجديات كرة القدم هناك في أوروبا، ولكن كاين واحد التوازن. وهنا ربما رسالة لكل مجتهد نصيب، صحيح ظروف كرة القدم ربما غير مساعدة، والدليل كنشوفوا جل أندية البطولة الاحترافية مثلا في قسمها الأول عانت من المنع لولا بعض التحركات من هنا ومن هناك. نشاهد أندية يعني لا تجد رئيس، نشاهد أندية أخرى تقيل مدرب أو 2 أو 3 في جولات قليلة من الموسم، لا نشاهد إلا فيما ندر، وقد أسعدنا حارس شاب عمره 17 عام كي يلعب مباريات رسمية مع اتحاد طنجة، ولكن قل ما نشاهد اللاعب حين يبرز البطولة الاحترافية تتوصل 25 26 27 عام. فاليوم ربما تتغير المعادلة وربما هناك أمل. عجبني بزاف المحمدي الذي كان بديل لبونو بعد الإصابة، عجبتني ديك ثنائية من الصغير الزلزولي، ربما ما تصرعتش في الألعاب الأولمبية ولكن شاهدناها اليوم. عجبني أنه المنتخب ربما نقوله من مباريات موريتانيا أنغولا تقريبا مسجل 19 هدفا ولم يستقبل الكثير من الأهداف، وأيضا 9 نقاط هنا و9 نقاط هناك في التصفيات الأفريقية والتصفيات المونديالية. يعني الأمور الحمد لله مطمئنة. العناصر اللي يعني كالشمس ربما تغيب وتسطع لا نقسو عليها، درناها مع الزلزولي
رجع بمستويات اكبر، ورا مش رجع حتى يقرا لي كومنتر تاع الناس، لا مش قال لانه تكوينه صح في عالم كره القدم، ماشي مثال تكونك برشلونه لا ماسيا، يعني عندك ابجديات كره القدم، ولكن كيش لاعب في العالم لا يمر من مراحل فراغ. حين انتقل اناحي الى اليونان وكاني بالاناحي ذهب الى يلعب في دوري الدرجه الثالثه في منطقه نائيه من القاره الاوروبيه، لا اقطاب اولمبياكوس باناثينياكوس اقطاب الكره اليونانيه ويلعبون المسابقات الاوروبيه، وليست بانديه من اجل التقاعد بل بالعكس لطالما لعب فيه في هذين الناديين نجوم كبار جدا. ان كانت هذه المرحله الانتقاليه في مسار هذا الشاب قد تؤدي به الى البقاء مع المنتخب الوطني ومن ثم التفكير بمستقبل افضل، لما لا؟ على العموم والعتاب البسيط قد نعاتب به وليد، هو الفرصه كانت مواتيه في ظل غياب زياش ووادياس بان تنادي على متالق اخر مع اولمبيك مارسيليا اللي هو امين حارث. بما انك قلت بانه لا يعشق دكه البدلاء، ان كان الخلاف على هذا فكان بالامكان ان ننادي عليه وان يلعب وان ينسجم مع الزلزولي مع بن صغير ومجموعه من العناصر في المنتخب الوطني. لما لا؟ ربما تحتاجه يوما ما، وكثره قطع الغيار تنفع خاصه اللاعبين اللي عندهم مسار طويل نوعا ما مع المنتخب الوطني، لانه مش من السهل انك تعطي فرصه لسنوات للاعب وتتخلى عنه لظرف ما ومن ثم تقصيه بشكل دائم، هناك خسرت عليه واحد بزاف الحوايج، انه خدمه كان لاعب اخر وفي نفس الوقت من اختار او ملك التجربه ديال فرحه الانتصار وايضا حزن الانكسار ما تلقاهش حداك، هذه التجربه مفيده للمنتخب الوطني وامين يملكها، ربما تراجع الامور. حكيمي نو كومنت، ما عندنا ما نقوله، بسم الله ما شاء الله، عميد بكل ما تحمل كلمه معنا، انيق في لاعبه، لياقه بدنيه ممتازه جدا، احد افضل الاظهره ان لم يكن افضل ظهير حاليا على المستوى العالمي، والحديث انه ربما تشيرينغيتو يقول ربما ريال مدريد ينتظر ان يكون هناك رسائل وان يتعاقد مع هذا اللاعب، لا احد يعلم، كل شيء ممكن، يعود لحضنه الذي ترعرع فيه، امر ممكن بالنسبه لاشرف. بغيت نقول ايضا ملاحظه اكثر من ايجابيه هو على ابراهيم عبد القادر دياز، مصاب وجا تفرج في الدراري، حضر في المدرجات، عاش الفرحه مع جماهير وجده وجه خير، وعوده المنتخب الوطني بعد غياب طويل اخر ماتش وقيله كان مع وحيد خليل وزج باش يلعب ملعب الشرفي، امر جميل هذا التنويع، مره في اكادير، مره في الرباط، مره في وجده، مره في طنجه، حتى للاعبين يختبرون اجواء مغايره من مكان لاخر، جماهير مختلفه، فدياز لقي ترحيب الابطال وهذا امر ايجابي جدا، وشاهدنا معانقته للاعبين بعد نهايه المباراه وفرحته ايضا بمجموعه من الاهداف، فهذا دري مكسب ويؤكد ان اختياره ايضا اختيار للقلب، اختيار لوطن عشقه ويريد التالق معه، ولقد شاهدناه كيف يختلف مره على تنفيذ ضربه جزاء ليسجل هدفه الاول او حتى بعد ان سجل كيف اسعده ذلك، ومستواه لولا الاصابه كان في نسق تصاعدي مع ريال مدريد، ويكفي فقط انه يعني يلعب للابيض الملكي، وبالتالي ليس بالامر الهين تحت قياده الداهيه كارلو انشيلوتي. كان هناك نصر كما قلنا، ولكن كان ايضا خطاب للنصر. خطاب للنصر كان من طرف جلاله الملك في افتتاح البرلمان. هذا الخطاب وانا اقول يعني فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كلما كانت في خطاب ملكي بغض النظر عن المناسبة، قدر نقول ثورة الملك والشعب أو عيد العرش، لطالما كانت تمهد لمراحل مفصلية، كما كان في أحد الخطابات حين تحدث جلالة الملك وقال بأن يعني قضية الصحراء المغربية هي المنظار التي ينظر بها المغرب لصدق الصداقات وعمق الشراكات، يعني يا تشوف فيها مغرب كامل متكامل بوحدته الترابيه يا اما هذه العلاقه بلاش. ايضا حين تحدث مره اخرى على ان قضيه الصحراء المغربيه لطالما كانت مصدر للابتزاز، وبالفعل المغرب كان يبتز من خلال قضيه الصحراء المغربيه، وكان يريد ان يتم لي ذراع المملكه المغربيه في سبيل قضيتها في سبيل الوحده الترابيه، ولكن هذه الخطابات اسست لأمور أساسية في العقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية، وهذا الخطاب
تم افتتاح البرلمان الذي خصص بالكامل لقضية الصحراء المغربية. أعتقد بأنه أسس لمرحلة جديدة في عهد هذه القضية بالنظر إلى المستجدات، إلى الانتصارات التي راكمتها المملكة المغربية على مدى سنوات. وجلالة الملك قسم الخطاب ربما في حديثه عن هذه القضية إلى أزمنة. أزمنة، أعطيكم على سبيل المثال الحصر، تحدث عن النهج الذي تم اتباعه في التعامل مع قضية الصحراء المغربية بعد اعتلائه لعرش أسلافه المنعمي. هناك كانت مرحلة التدبير، وخلالها جاءت مجموعة من الأمور، منها قد نقول التواريخ الفاصلة 2007، مقترح الحكم الذاتي الذي وضع أمام الأمم المتحدة. قد نقول المراحل الفاصلة أيضا في هذه القضية، الحراك الدبلوماسي الذي كان وأسفر عما نشاهده اليوم وسنعود له بالتفصيل، وأيضا النموذج التنموي الذي خصص للأقاليم الجنوبية سنة 2015، كنت حاضرا حينها، كان استقبال مهيب من ساكنة العيون، وأطلق هذا النموذج اللي وصل يعني ميزانيته تفوق 80 مليار درهم. واليوم نشاهد مشاريع عملاقة، ميناء الداخلة الأطلسي، طريق السريع تيزنيت الداخلة، تغير ثغر الوطن الباسم مدينة العيون، تغير وجهها الداخلة كذلك مثال، كل الأقاليم الجنوبية أصبحت محرك للاقتصاد الوطني وأصبحت عامل إدماج للمملكة المغربية داخل القارة الأفريقية أو حتى في الواجهة الأطلسية على الأمريكيتين. فبالفعل كانت هناك خطوات وعلامات فارقة كان فيها التدبير، ولكن اليوم التغيير على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. هذه الانتقالة التي مرت عبر سنوات واليوم تتعزز وفقا لمجموعة من المتغيرات التي فيها مغرب حازم، مغرب مؤمن بأن هذه أرضه، وأي حبكة كانت لقوة استعمارية مهما طغت في وقت من الأوقات اليوم تعود للغة الواقع. ولغة الواقع ماذا تقول؟ تأمين معبر القرقرات 2020، نوفمبر 2020، كان في قرار حاسم وصارم من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وتعلمون أن معبر القرقرات هي نقطة الوصل البرية مع القارة الأفريقية، فكانوا باغين البوليزاريو مدعومين من الجزائر خلق البلبلة في ذلك المعبر وأن يحاولوا فرض سياسة الأمر الواقع، فشلوا في ذلك. بعد تأمين معبر القرقرات ماذا جاء؟ جاءت تطورات متلاحقة. نوفمبر 2020 الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، قال لك ماذا ترامب؟ تغريدة، ولكن مرسوم رئاسي بأثر فوري. وتغيرت وتلته مجموعة من الأمور على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتغيرت الإدارة وجاء جو بايدن، وتم التأكيد ما انتقلنا من المتحدث باسم الخارجية إلى الرئيس الدبلوماسي الأمريكي إلى البيت الأبيض إلى غير ذلك، لا بل أكثر من ذلك. منذ ذلك الاعتراف وإن رحل ترامب كان هناك تعزيز للشراكة، لأن أصبح المغرب شريك استراتيجي، والشراكة مع بلد وقعت معه أول اتفاقية للتبادل الحر بين الولايات المتحدة وبلد أفريقي 2004، مع بلد اليوم يحتفل بالذكرى 20 لمناورة الأسد الأفريقي التي تغيد كثر لأنها تجرى حتى في الأقاليم الجنوبية، ولا يوجد أكبر من ذلك اعتراف رسمي واقعي عملي. وأضف إلى ذلك القرارات الأممية، والولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القلم في مجلس الأمن. بعد أمريكا، وإن خلق ربما الاعتراف الأمريكي مشاكل، إحنا عندنا علاقات تاريخية تليدة استراتيجية مع قوة عظمى على غرار فرنسا. فرنسا ربما فاجأها هذا القرار. قبل فرنسا، أنا لماذا قلت فرنسا؟ لأنه ربما كان جزء من توتر العلاقات أنها فوجئت بالقرار الأمريكي، لم تكن على دراية به. بعد ذلك جاء المنعطف التاريخي الإسباني. إسبانيا في مارس 2022 حين سانشيز وجه الرسالة إلى جلالة الملك، ومن ثم تم التوقيع على خارطة الطريق التي فيها اعتراف إسباني بمغربية الصحراء بسيادة المملكة على أراضيها، وإسبانيا المستعمر القديم صاحبة الأرشيف. وتطورت العلاقات مع إسبانيا بعد أزمة علنية مشي صامتة إلى أن تحولت إسبانيا اليوم شريك استراتيجي. المغرب ينظر لإسبانيا بأنها شريك لا غنى عنه، وهذا بالفعل الجار الجنوب الشمال المتوسط الأول،
وكيلومترات بسيطة جدا تفصلنا عنه. وتعمقت الشراكة سياسيا بالاعتراف بمغربية الصحراء. اقتصاديا أن تربعت إسبانيا على 10 شركاء تجاريين الأول للمملكة المغربية. تخيل معي 20,000 مقاولة إسبانية تعمل مع المقاولات المغربية، أكثر من 1,000 مقاولة مستقرة في المملكة المغربية، وتبادل تجاري يزيد عن 20 مليار يورو. وتزينت الأمور وازدانت بتنظيم المشترك لمونديال 2030، وازدانت أكثر بالحديث عن جسر الوصل عبر البحر ما بين طنجة وطريفة. كان هدرو على حلم على ما أعتقد إن لم تخني الذاكرة بدأ الحديث عنه في عهد الملك خوان كارلوس والحسن الثاني عام 79. ربما كانت هناك زيارة لإخوان كارلوس للمملكة وكانت هذه الفكرة قد بدأت. اليوم تعود للواجهة وقد نراها على أرض الواقع قبل كأس العالم 2030. بعد ذلك جاء تاريخ فاصل آخر، يوليوز 2024، وفيه الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وفرنسا تدعم ذلك قولا وفعلا. الرسالة التي كانت من إيمانويل ماكرون، الذي بالمناسبة سيأتي وسيزور المملكة في 28 و29 من شهر أكتوبر الجاري. هذه كلها تطورات وردت في الخطاب الملكي السامي، وشكر جلالة الملك الجمهورية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون. ولكن في نفس الوقت هناك أيضا شركاء تقليديين، وذكرهم جلالة الملك في الخطاب، على مستوى القارة الأوروبية. في القارة الأوروبية أتعلمون أن كان هناك قرار قضائي بريطاني، هنا نرجع لمحكمة العدل الأوروبي التي قرارها لا يعنينا في شيء، لقضاة خرجوا للتقاعد بعد أخذ هذا القرار الذي هو قرار سياسي مش قرار قضائي، حيث عندك تشدق بالقضاء والعدل و كيديروا وقت ما بغوا. إن كانوا بالفعل على حق فليقوموا بذلك اليوم. أشقاء في فلسطين يقتلون على مرأى ومسمع من العالم على مدى أكثر من سنة، فليشاهدوا ماذا يحدث اليوم في لبنان وغيرها من البلدان. شريعة الغاب، شريعة القوي الذي يأكل الضعيف، ويريدون تطبيق القانون في أمور التي دائما وأبدا يكون لها خلفيات سياسية. وإن كان ذلك القانون قانون مش قانون حمورابي، ولكن قانون ساكسونيا خلاها على الإمام في أحد أفلامه. فالمملكة متفطنة لذلك. ولماذا قلت لكم مثال بريطانيا العظمى التي أراها تقترب من اعتراف واضح صريح بمغربية الصحراء؟ هناك نخبة سياسية أمنية اقتصادية بريطانية تضغط من أجل تحقيق هذه الغاية المنشودة التي ستتحقق بإذن الله. ليس فقط لأن العلاقات قوية، العلاقات يمكن أن أعطيكم أطول كابل بحري في العالم الذي سيضيء ما يزيد عن 8 مليون منزل بريطاني بالكهرباء للطاقة الصديقة للبيئة القادمة من المملكة المغربية. هذا ليس بالأمر السهل والهين. فقلنا عدالة القضاء البريطاني الذي انتصر لعدالة القضية. إضافة إلى ذلك لا يمكن أن ننسى الأصدقاء، وهؤلاء يغيضون كثر الجزائر الراعي الرسمي لتفتيت الوحدة الترابية للمملكة، الحاضنة الرسمية للجبهة الانفصالية، الدول العربية الشقيقة التي لم ولن تخذل المملكة المغربية، دول الخليج العربي التي تقرها علنية في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة المتحدة، في عضوية بعض دولها غير الدائمة في مجلس الأمن، كلها دائما وأبدا تؤكد دعمها. دول أخرى عربية وإسلامية هي الأخرى دائما وأبدا داعمة للوحدة الترابية للمملكة. إضافة إلى ذلك قارة أفريقية أصبحت تعرف أين يمكن أن تجد مصلحتها ومع من. وقارة أفريقية تجددت فيها النخب اللي ما بقاش تشرب واحد الحفنة من الدولارات أو اليوروات كما كان عليه الحال سابقا. قارة أفريقية بدأت كتصلح في أجهزتها الناظمة ديالها، كتشوف منظمات إقليمية، منظمات ذات طابع اقتصادي، وكتشوف الاتحاد الجامع الشامل اللي هو الاتحاد الأفريقي، وكيف أن مفوضياته بدأت تشتغل، وكيف أن أصبح له دور وأصبح يدافع عن مستقبل أفريقيا. ولذلك جلالة الملك تحدث في خطابه عن مجموعة من المبادرات المغربية التي لها علاقة وطيدة بالقارة الأفريقية، برزها المبادرة الأطلسية، تمكين دول الساحل من العبور إلى الواجهة الأطلسية، أنبوب غاز نيجيريا المغرب الذي وصفه تبون ليس ببعيد في خرجته الإعلامية بالمشروع السياسي والمزيف،
ولا نعلم أي المشاريع مزيفة. وأنبوب نيجيريا للجزائر، نيجيريا للجزائر، قال لك باقي فيه كيلومترات معدودة، ولا أحد رأى له لا صوت ولا سمع له حس ولا شاهد صورة ولا اشتم رائحة غاز تعبر من هنا أو هناك. هذا القائد الزعيم الذي يتحدث عن مشروع آخر ويصفه بالمزيف، مشروع الذي تطور، الذي فيه توقيع بين ملك بلاد ورئيس لدولة عظمى اسمها نيجيريا، وفيها أجهزة اليوم تعمل من المغرب ومن نيجيريا، وفيها دول مانحة تنظر، وفيها زيارة تاريخية إلى الإمارات قام بها جلالة الملك. ومن المذكرات التي تم التوقيع عليها جزء يسير منها سيكون استثمارات مع المملكة المغربية، استثمارات مشتركة في مشاريع واعدة. على من تكذبون؟ بالمناسبة التحركات والانتصارات التي تحققت وتتحقق دفعت الجزائر للتحرك. كان هناك لقاء بين سفير الجزائر بناء على طلبه مع نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بأفريقيا، والتأكيد طبعا على طاولة الاجتماعات والمباحثات، ماشي العلاقات الثنائية، العلاقات المعروفة بيناتهم. خردة من الأسلحة أرى لي هاك، صرف مليارات لشراء الذمة، وذهاب لقمة هنا وقمة هناك، والتأكيد على استراتيجية في العلاقات. ولكن ما تم أكيد نقاشه هو تطورات قضية الصحراء المغربية، لأن شهر أكتوبر حاسم، هذا الشهر الذي نحن فيه سيكون فيه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر، سيكون فيه إحاطة رئيس بعثة المينورسو، وسيكون فيه أيضا إحاطات من المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا، لنرى إلى أين تسير هذه القضية على مستوى حل السياسي، لأن الموائد المستديرة هي الموضوع على طاولة الحوار، ومقترح الحكم الذاتي هو المطروح. ولكن المغرب لديه لاءاته، لديه شروط، وهي معروفة، وقد قدمها ناصر بوريطة وزير الخارجية بين لقائه بستيفان دي مستورا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات الجمعية العامة. فالأمور واضحة، ولذلك الجزائر تغلي. على العموم، إضافة إلى ما ورد في الخطاب الملكي فيما يخص من التبديل إلى التغيير والإشادة بمواقف الدول العظمى، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والشركاء الأوروبيين أيضا والأفارقة والعالم العربي والإسلامي، الأمور لا تنتهي هنا. كما قال جلالة الملك، لا بد أن يكون هناك يقظة، هناك تنسيق، هناك ترافع عن عدالة هذه القضية، وتقديم الأسباب القانونية والسياسية والروحية والتاريخية. وهذا واجب، مش غير مؤسسات بعينها، قولوا مثلا البرلمان عبر الدبلوماسية الموازية، لا، ربما رياضي ومؤسسة رياضية تقوم بذلك. وشاهدنا كيف شبركان استماتت في الدفاع عن ذلك الرمز، تلك الخريطة، للعبها في مسابقة أفريقية، وخرجت منتصرة الحمد لله، والخصم هو من تلقى العقوبات لأنه سيس القضية. فمثل هذه التصرفات بالإشعاع العالمي الذي يحدث ويليها أيضا هي دبلوماسية. حين يأتي فنان ويذهب في مهرجان أو غير ذلك ويفتخر بمغربيته ويفتخر بتمغربيته ويفتخر بوحدة الترابي، أو يدافع من خلال ذلك الحدث إن كان هناك تجزيء لترابه، فهذه دبلوماسية. حين يكون هناك إعلامي قادر أن يحاور الناس بلغاتهم، من الفرنسيين إلى الإنجليز إلى أي كان، ويحاول أن يقدم الرسالة الحقة في ملتقيات دولية، في مناظرات، في مظاهرات، في مؤتمرات، أيا كانت المناسبة، سيؤكد ويوصل للناس عدالة هذه القضية، ولكن عليه أن يكون متمكنا مما يقول. فالأمر لا يقتصر فقط على مؤسسة برلمانية بشقيها مجلس مستشارين ومجلس نواب، أو على مؤسسات الدولة الرسمية، بل بالعكس، اليقظة مطلوبة من كل المجتمع، مجتمع مدني، هيئات نقابية، مؤسسات رسمية وغير رسمية، الكل بإمكانه أن يقدم رسالة وطنية تمكنه من إيصال حقائق تاريخية لمن يشاركهم مجموعة من القواسم المشتركة. بالتالي هذا أمر أكثر من إيجابي، ولكن كل ما تم الحديث عنه يؤدي بنا إلى حقيقة مجردة، ألا وهي أن هذا الملف اقترب من الطهي، وأن القادم أجمل وأعظم بالنسبة لنا كمغاربة، ولكن بالنسبة لأعداء الوحدة الترابية فهم اليوم يعيشون في الزاوية ولا يجدون مفرا إلا أن يبحثوا، كما شاهدتم مثلا في قمة
اقتصادية أندونيسية أفريقية أو غيرها، ويخبؤون مثلا بطاقة تحمل اسم جمهورية صندلستان، أو يدخلوا شخص مع الوفد الجزائري بجواز جزائري، جواز سفر جزائري، أو يقومون بعمل منغصات ألا يشاركوا في بطولة أفريقية تقام في مدينة العيون، أو يفرضون التأشيرة على المغاربة، أو يخرج زعيمهم المبجل لينفس صدماته السياسية الداخلية بعد انتخابات هزلية رئاسية، عبر خلق ذلك العدو الكلاسيكي وتوجيه رسائل حول تجسس حول 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 حول، أو يسحبون سفيرهم من فرنسا بعد اعتراف تاريخي بمغربية الصحراء كما فعلوا مع مدريد ولم يفعلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو يذهبون يستجدون الروس من أجل وقفة في مجلس الأمن بما أن لهم العضوية الدائمة. كل هذه الأمور تؤكد لكم كمغاربة بأن المرحلة الجديدة بالفعل ليست مرحلة تدبير، وروح المبادرة اتخذت، والسياسة الاستباقية اتخذت، والسياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك أكدت نجاعتها. وإن كنتم تتذكرون حين قال بأنه يشرف على ملف العلاقات مع إسبانيا بنفسه في أحد الخطابات الملكية، وإن شاهدتم ما حدث أيضا مع الرئيس ماكرون أو مع الجمهورية الفرنسية، ستجدون بأن لكم، وهذه ختام هذه الحلقة، بأن لكم قائد يشبهكم من قلب القلب، كان قولها قائد يشبهكم. كتعرفوا المغربي بعزة النفس ديالو، بالأنافة ديالو، بالكرامة ديالو، بالشراسة في الدفاع عن حقوقه، كيقدمش التنازلات. وهكذا قائد البلاد، هكذا جلالة الملك محمد السادس، مغربي بحالك بحاله، دفاعا عن وحدة المملكة الترابية، كاينش المجاملات، ما كاينش التنازلات، ما كاينش الابتزاز. بالتالي بإذن الله القادم أجمل وأفضل. وفي نفس الوقت كما شكر جلالة الملك ساكنة الأقاليم الجنوبية، نشكرهم أيضا، لأن التمسك بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها في كل المحافل والمساهمة في رفعة شأنك العام بحد ذاته يعني جهاد، ومنح القوة والصلابة لهذا الوطن ضدا في خصوم يعني ينتظرون منك أي زلة أو هفوة. ولكن الحمد لله الأمور تسير على ما يرام، والمغرب بكله غير مجزأ، دولة رائدة، دولة اليوم يحسب لها ألف حساب بين الأمم. إلى اللقاء.